بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله نتكلم المرة دي عن valves of the heart. فضلنا في الهارت آخر حاجة اللي هي valves of the heart. يبقى احنا كده خلصنا إن شاء الله. ما نخلص valves of the heart يبقى خلصنا كل الـ external والـ internal features of the heart، وخدنا blood supply وخدنا nerve supply وخدنا كل حاجة. معاكم حنان محمد طرابين، مدرس مساعد اناتومي كليه الطب جامعه حلوان. الفالفز اوف ذا هارت هنتكلم مكانها فين، السايتس بتاعتها، الفانكشن بتاعتها ايه، وظيفتها ايه. بعد كده هنعرف ان في عندنا تو جروبس من الفالفز، اتريو فنتريكولار فالفز اللي هي الصمامات اللي بين الاتريوم والفنتريكل. طبعا احنا عندنا اتنين اتريوم واتنين فنتريكل، يبقى الصمامات اللي بين الاتريا والفنتريكل يمين والاتريا والفنتريكل شمال، ودول اساميهم، واحد اسمه ترايكاسبيد فالف ده على اليمين والميترال على الليفت سايد على الشمال. في فالفز ثانيه اتنين كده اسمهم سيميليونر فالفز. سيميليونر فالفز عشان الفتحه بتاعتهم عامله شكل الهلال، تمام؟ سيمي يعني زي، واليونر زي اليون اللي هو الهلال. سيميليونر فالفز هم اتنين اللي هم في بدايه البلمونري ترانك فسميناه باسمه البلمونري فالف، وفي بداية الاسندنج اورطة فهنسميه الاورتيك فالف. طبعا ده الهارت. خلاص احنا درسنا طبعا كل انترنال فيشرز الظهر، رايت اتريوم رايت فنتريكل ليفت اتريوم ليفت فنتريكل. الدم هيتجمع في الرايت اتريوم هيعدي عن طريق الترايكاسبيد فالف يروح للليفت للرايت ايه للرايت فنتريكل، بعد كده من الرايت فنتريكل هيطلع للبلمونري ترانك عن طريق اتنين بلمونري ارتريز يوصلوا اللنج، يحصل للاكسجينيشن للدم ويرجع تاني محمل بالاكسجين عن طريق البلمونري فينز اللي هتصب في الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم هتعدي من الميترال فالف، من الميترال فالف تروح للليفت فنتريكل، من الليفت فنتريكل الدم هيعدي من الاورتيك فالف يروح للاسندنج اورت. يبقى احنا عندنا اتنين فالفز بين الاتريا فوق والفنتريكل تحت، الترايكاسبيد يمين والميترال شمال. عندنا اتنين فالفز خارجين بيخرجوا الدم من الفنتريكل، اللي بيخرج الدم من الرايت فنتريكل هنسميه البلمونري فالف، ولا يخرج الدم من الليفت فنتريكل هنسميه الاورتيك فالف، تمام؟ يبقى احنا عندنا كام واحد؟ اربعه، اتنين بين الاتريا والفنتريكل، واتنين بوابات الدم، بوابات خروج الدم من الايه؟ من الرايت فنتريكل هنسميه البلمونري فالف، ومن الليفت فنتريكل هنسميه الاورتيك ايه؟ الاورتيك فالف. ادي الفالفز اوف ذا هارت. عندك ان هي في اتنين ايه؟ تو بيرز. بير نسميه اتريو فنتريكولار فالفز، ده بوابه الدم اللي رايح للفنتريكل، وبير اسمه سيميليونر فالفز بوابه الدم اللي خارج من الفنتريكل، تمام؟ طب وظيفه الفالف دي ايه؟ ربنا طبعا ما بيخلقش اي حاجه من غير سبب. وظيفته ان هو بيخلي الفالف في اي مكان، بيخلي الحاجه اللي معديه دي تعدي في وان دايركشن، يعني رايح بس مش رايح جاي، يجي راجع يعمل له ايه؟ يقول له ستوب، يبقى بريفنت ريجرجيتيشن اوف ذا بلاد. يبقى ان هي بتخلي البلاد فلو ان وان دايركشن، ولو حاول يرجع تاني بيمنع الايه؟ الريجرجيتيشن اوف ذا بلاد. ريجرجيتيشن يعني ارتجاع الدم، تمام؟ طيب احنا هنا خدنا كات سكشن في الهارت، بين لنا الاربعه فالفز من anterior وposterior، من قدام لورا كده. في الاول واحد اللي هو البلمونري ايه؟ البلمونري فالف، بعد كده الاورتيك فالف، بعد كده هتلاقي في اتنين جنب بعض، اللي على اليمين هنسميه ترايكاسبيد فالف، واللي على الشمال هنسميه الميترال فالف. طب انا مش شايف، مش عارف يمين ولا شمال، انا اهو مش عارفه فين يمين من شمال. الثري كاسب، بصوا بقى عشان نركز، الفتحه نفسها اسمها اورفس، الفتحه نفسها اسمها اورفس. الاورفيس ده جاردد، محروسه، البوابه نفسها اسمها الفالف، تمام؟ الفالف ده بيتكون من قصب شرفات، كان ده البوابه او ده الشباك مثلا او بوابه، وده ضفه الشباك، تمام؟ اللي هي الايه؟ القصب. يبقى الفتحه نفسها اسمها اورفيس. الصمام على بعضه اسمه فالف. الفالف بيتكون من ايه؟ من قصب اللي هي شرفات. احنا عشان نرجع بقى تاني نعرف فين يمين من شمال، اللي فيه 3 كاسب ده تراي كاسبيد، من اسمه تراي يعني ثلاثه، كاسبيد يعني ثلاثي الايه؟ شرفات.
اللي فيه اتنين بس اللي هو الباي كاسبيد او الاسم التاني المتعارف جدا وغالبا بنقول عليه الميترال ايه الميترال فالف. تمام. هناخد بقى كل جروب ونتكلم عنهم ايه بالتفصيل. الاتريو فنتريكولار فالف اتفقنا ان الليفت والرايت اتريوم كوميونيكيت مع الليفت والرايت فنتريكل عن طريق اورفيس. اورفيس الاورفيس الفتحه دي هنعمل لها جاردنج او تبقى مقفوله بايه بفالف. بفالف ساعه ديورنج الفنتريكولار كونتراكشن الفالف ده هيقفل عشان يمنع الدم يرجع تاني من الفنتريكل للاتريوم. تمام. يبقى وظيفه الفالف ده ان هو بين الاتريا والفنتريكل عشان يخلي الدم بس يعدي من الاتريا للفنتريكل. طب الفنتريكل هيحصل له كونتراكشن كونتراكشن يبقى يوم الفالف يقفل على طول عشان الدم ما يرجعش تاني للاتريوم. والكونتراكشن في الهارت بنسميه سيستول. سيستول الريلاكسيشن بنسميها دايستول. تمام. يبقى السيستول هو الفنتريكولار كونتراكشن، الدايستول اللي هي الفنتريكولار الايه ريلاكسيشن. طبعا قفله وفتحه الفالفز دي هي اللي بتعمل الهارت ساوند. نرجع تاني بقى للاناتومي. عرفنا ان في عندنا ليفت اتري فنتريكولار فالف ورايت اتري فنتريكولار فالف. الرايت عرفنا ان اسمه ترايكوسبيد والليفت عرفنا اسمه ميترال فالف. اهو هذا الترايكوسبيد اللي بثري كوسب خلاص، وده الميترال اللي بين الاتري فوق والفنتريكل تحت. طيب الكوسب ماسك فيه فايبرس كورس كده، احبال من الفايبرس تيشو نسميها كورد ايه كوردة تنديني. كوردة تنديني طبعا سمعنا عنها في الانترنال فيتشرز الظهار. بعد كده الكوردة التنديني دي متوصله في البابيلاري ماسلز، ماسلز صغيره كده سميناها بابيلاري ماسلز عشان ده فيه 3 كاسب ففي 3 بابيلاري ماسل، ده 2 كاسب بس ف2 بابيلاري ماسل. تمام. يبقى الكاسب ماسك فيه كوردة تنديني ماسك فيه بابيلاري ماسل عشان ما نتلخبطش. سي سي بي سي سي بي سي الكاسب، السي الثانيه كوردة تنديني، البي اللي هي البابيلاري ايه البابيلاري ماسل. اهو ادي الترايكوسبيد اللي على اليمين وده الميترال اللي على الشمال شايفين. ده الكاسب، ده الكاسب ماسك فيه حاجه اسمها كوردة تنديني. الكوردة تنديني ماسكه في الايه في البابيلاري ماسل. طبعا في هنا اتنين بس اللي هم ادي الانتيريور مقطوعه، احنا كده فاتحين الهارت وفرجينه كده وبنبص عليه من جوه. ادي الانتيريور هي مقطوعه وده البوستيريور. طب هنا نفس الكلام، ادي الكاسب والكاسب والكاسب و 3 بابيلاري ماسلز ادي اللي هي المقطوعه خلاص. ادي اللي هي ادي واحده اللي هي البوستيريور بابيلاري ماسل وادي الانتيريور والسبتا بابيلاري ماسل. طيب شايفين انا عايزاكم بس تركزوا ان الكاسبس بتاعت الكاسبس بتاعت الاتري فنتريكولار فالفز دي ماسكه في فايبرس تيشو، فايبرس رينج كان حلقه من الفايبرس تيشو سراوندنج ات هي اللي مثبتاها في الهارت خلاص. اهي ده فايبرس رينج من الفايبرس تيشو بنسميها الفايبرس رينج اوف الفالف. الاتري فنتريكولار فالف دي ماسكه فيها كانها دعامه للفالف عشان ما تتحركش من ايه من المكان. يبقى طيب الاستراكشر بتاع الفالف ده بقى ايه؟ عباره عن فايبرس رينج اللي احنا شفناها دلوقتي وراكب عليها القاسم اللي هي الشرفات. الفايبرس رينج دي سراوندنج الايه الاورفيس. طب القصب نفسه عباره عن ايه؟ بيقول لك ان هو عباره عن اندوكارديوم لير من الاندوكارديوم وتحتيه فايبرس ايه او كونكتيف تيشو. يبقى الفالف بيتكون من فايبرس رينج وقصب. الفايبرس رينج حوالين الاورفيس، طب والقصب بيتكون من اندوكارديوم وبينه كونكتيف تيشو. وطبعا كل قصب ليه كونكتيد مارجن وفري مارجن وليه اتريال سيرفيس وفنتريكولار سيرفيس هنشوفها اهو. ادي القصب، القصب بيتكون او ادي القصب اه تمام. القصب بيتكون من كونكتيف تيشو اهو ومن بره في اندوكارديوم. اندوكارديوم اتفقنا ان هو انر لير اوف ايه اوف ذا هارت. تمام. ليه اتاتشد مارجن للفايبرس رينج وفري مارجن ليه اتريال سيرفيس ناحيه الاتريوم وليه فنتريكولار سيرفيس ناحيه الايه ناحيه الفنتريكل. الاتريال سيرفيس اللي ناحيه الاتريوم هيبقى سموث عشان يخلي الدم يعدي بسموث. ده لو رف الدم هيقف عليه شويه، الدم يقف عليه يعمل تجلط في الحاجه، فهو سبحان الله ده سموث. بس ده الفنتريكولار سيرفيس والفري مارجن رف. ليه رف؟ ليه؟ عشان يمسك فيها الكوردة تنديني. انت لما تعوز تثبت حاجه
تمسك جامد تمسكها في حاجه رف، في سيرفس رف مش في سيرفس سموث عشان ما تتزحلقش. فهنا رف، هنا الاتريال سيرفس سموث، الفنتريكولار سيرفس بيبقى ايه؟ بيبقى رف عشان تمسك فيها الكورد تندين. ادي الفايبرس رينج اللي قلنا عليه، فايبرس رينج سراوندنج الايه الفالفز، وطالع منها الايه الكاسب. هذا التراي كاسب بال، في انتيريو كاسب وبوستيريو كاسب وسيبتال كاسب. عشان كده لما خدنا في الانترنال فيتشرز الظهار كان فيها انتيريو بابيلر ماسل وبوستيريو بابيلر ماسل وسيبتال بابيلر ماسل. طيب المايترال انتيريو كاسب وبوستيريو كاسب بس، في النهايه هتوصل لاثنين بابيلر ماسل بس اللي هي الانتيريور بابيلر ماسل والبوستيريور بابيلر ماسل. ده الفايبرس رينج اللي احنا قلنا عليه، فايبرس رينج وطالع منها الكاسب. ادي الفايبرس رينج ده طبعا صورة ايه في كتفي. هيقول بس كل الكلام اللي هيجي بعد كده احنا قلناه ان شاء الله. هيقول لك بس ان التريكاسبيد فالف بيتكون من 3 كاسب، انتيريور وبوستيريور وسيبتال، بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل. فالتريكاسبيد فالف لو جينا نحط فيه صوابعنا يأدمت ياخد 3 صوابع، 3 فينجر. التريكاسبيد فالف حتى نعلمها ان 3 في 3 فينجرز، تمام؟ طيب الميترال او البايكاسبيد او الليفت اتري فنتريكولار، بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل خلاص. فقلنا ان هو بايكاسبيد عشان فيها 2 كاسب بس، انتيريور وبوستيريور. قال لك كمان ان الميترال بيادمت 2 فينجرز من اسمها برضه، يبقى بايكاسب فاتو ايه؟ فاتو فينجر. نقطتين كده على الماشي، يقول لك ان النيوتريشن بتاعت الفالف ده تغذيته هيتغذى ازاي؟ الفالف ده هيتغذى ازاي؟ احنا اتفقنا الفالف عباره عن فايبرس رينج وكاسب. الفايبرس رينج والبيزل ثيرد ذا كاسب او اللي هو التلت من الكاسب اللي ناحيه الفايبرس رينج متغذيه ببلاد فيسل كوروناري عادي زي اي جزء في الهارت. اما الديستال تو ثيرد اللي ناحيه اليومن اوف ذا هارت ده بتتغذى دايركتلي من الدم اللي ماشي جنبها. من الدم اللي ماشي في الشامبرز اوف ذا هارت بتتغذى من الدم اللي ماشي جنبها بالديفيوجن. خلاص هو قال لك ان رغم عن الميترال فالف الكاسبس بتاعتها سمولر بات سيكر زان الترايكاسبيد فالف. طيب عندنا نقول ان الكاسب ماسكه في كوردة تنديني عشان وفي الاخر كوردة تنديني دي ماسكه في بابيلاري ماسل. طب فايده البابيلاري ماسل ايه؟ عشان لما الفالف ده يجي يقفل الكاسبس دي تطلع لفوق وتقفل، هي بتمسكها عشان ما ترجعش للايه للاتريوم. يعني وهي بتقفل ما تقفلش قوي لدرجه ان الكاسبس دي ترجع للايه للاتريوم، تمام؟ يبقى بريفنت البرولابس، البرولابس ان هي ترجع الناحيه الثانيه. لو المفروض الكاسب دي نازله كده ناحيه الايه الفنتريكل، فالبابيلاري ماسل بتمنع البرولابس اوف الكاسبس ان هي يطلع فين ناحيه الاتريوم. ده كده بالنسبه للاتريو فنتريكولار فالف. اتفقنا ان هو بيتكون من فايبرس رينج وكاسب، وعرفنا الترايكاسب الثلاثة والميترال الاثنين، ده ثلاثة فينجرز ده اثنين فينجرز حواليهم فايبرس رينج. خلاص يعني الموضوع بسيط بإذن الله. السيميليونر فالفز برضو بسيطة جدا، وهما بقى الاثنين نفس الاستراكشر، الاثنين نفس الاستراكشر. طبعا هما بين الفنتريكلز والبيج فيسز اللي خارجة منها، يعني الرايت خارج منه البلمونري والليفت خارج منه الايه؟ خارج منه الريفت والرايت فنتريكل، بامب اوت البلد عن طريق البلمونري والاورتك فالفز. سوري هنا غلط، يعني هو الرايت فنتريكل هو اللي بيصب في البلمونري، خلاص الليفت فنتريكل هو اللي بيصب في الاورتك. ان شاء الله ظبطها لكم في البي دي اف وابعتها مظبوطه باذن الله. طيب كل اورفيس من دي فيها، او كل فالف من ده فيه 3 كاسب، فيها 3 كاسب سيميليونر عشان القصب نفسه برضه شكل الهلال والفتحة شكل الهلال. خلاص هما الاثنين زي بعض اهو، هما دول السيميليونر فالفز. سيميليونر فالف الانتيريور البلمونري والبوستيريور الاورطة. طب اتلخبطنا، نعرف شايفين اللي خارج منه كروناري هو ده الاورطة، اللي خارج منه كروناري هو ده الاورطة. واحنا طبعا عارفين ان البلمونري قدام والاورطة ورا، والاورطة خارج منه كوروناري وكورونر. طب نعرف يمين من شمال ازاي؟ مش ده كده انتيريور؟ يبقى ده الانتيريور اورتك كاسب.
anterior aortic cusp اللي فوقيها anterior aortic sinus اللي خارج منها الرايت، عشان كده سميناها رايت كورونري كاسب. طيب هنيجي ورا يمين يمين وشمال، لسه مش عارفين فين يمين وفين شمال. فطبعا احنا لو الكادفر ظاهر يعني هيبقى فين ترايكاسب فين والميترال فين فين، او هنشوف البالمونري فينز فين. فهنا ده الليفت، ده الليفت بوستيرير اورتيك ساينس، ليفت بوستيرير اورتيك ساينس اللي طالع منه الايه اللي طالع منه الليفت كروناري، الليفت كروناري ساينس، الليفت كروناري ارتري، تمام؟ عشان كده سموها ليفت كروناري كاسب. طيب انا مش عارف الدنيا فين الرايت من ليفت. بص الانتير خلاص طلع الرايت ايه رايت كروناري، هنبص ورا اللي طالع منه الليفت كروناري هو الليفت بوستيرير، يبقى ده الرايت بوستيرير اللي مش بيطلع منه اي كروناري، تمام؟ يبقى الاورتيك ساينس هما ثلاثه، الاورتيك قصدي الاورتيك ساينسز والاورتيك كاسبس هما ثلاثه، واحد انتيرير واثنين بوستيرير. الانتيرير اللي طلع منه الرايت كروناري، والليفت بوستيرير طلع منه الليفت كروناري. طيب الرايت بوستيرير لا مش طالع منه حاجه، عشان كده سميناه نون كروناري كاسب او ساينس. بص بقى الرسمة دي عشان تحل لنا حاجات كتير ممكن نتلخبط فيها. الأورطة والبلمونة ترانك في الأول بيبقوا أرتري كبير خالص، فبنسميه ده في الإمبريولوجي، ده في الفيتس وهو لسه في بطن مامته، بنسميها حاجة اسمها ترانكس أرتريوس، ترانكس أرتريوس. وبعد كده هتتقسم، ده اللي هيطلع البلمونة ترانك والأورطة هيتقسم كده. ده طبعا القزبس اللي بتجرو بتكبر عشان تقفل إيه الدنيا. فالمهم هيتقسم كده، يعمل بالمونري البالمونري او الاورتيك اورفيس والايه والبالمونري اورفيس، خلاص اهو. فبقى في ادا الاورطه ورا وادا البالمونري قدام. البالمونري فيه واحد انتيريور واثنين بوستيريور، رايت وليفت، ده في الفيتوس، ده في الامبريولوجي. طب والاورطه بقى فيه واحد بوستيريور واثنين انتيريور، ده فين؟ في الفيتوس اللي هو رايت وليفت. بعد كده هيحصل فيه روتيشن للهارت، هتلف، هيلف اهو هيلف. فبقى الاورطه بقى فيه واحد انتيريور واثنين بوستيريور، بقى فيه واحد انتيريور واثنين بوستيريور، والبلمونري بقى اثنين انتيريور وواحد بوستيريور، تمام؟ يبقى وهو في الفيتس، وهو في الفيتس البلمونري كان انتيريور، وهي كانت معموله كانت على انتيرو وليفت ورايت، انتيرو وليفت ورايت، وده بوستيرو وليفت ورايت، بوستيرو وليفت ورايت. فهيحصل روتيشن، فالرايت هتطلع قدام بقت انتيرو، ده في الاورطه، والاثنين بوستيرو اهو. طب ده هيلف برضه، فيبقى في اثنين قدام وده ايه بوستيرو، واحده بوستيرو اهو. احنا في الاخر عايزين نوصل للمنظر ده، عايزين نوصل ان البلمونري في اتنين انتيريور وواحد بوستيريور، والاورطه في اتنين بوستيريور وواحد انتيريور. ده الفيتس بعد ما ده بعد ما بيتكون، وبعد يعني هو مولود بكده خلاص. البلمونري في اتنين انتيريور وواحد بوستيريور، والاورطه اتنين بوستيريور وواحد انتيريور، وهنعيدها تاني ونأكد عليها ان شاء الله. طيب هنيجي نتكلم عن البلمونري فالف. بس البلمونري فالف موجود بين الرايت فنتريكل والبلمونري ترانك، يعني هو بيعمل جاردنج او بيحرس البلمونري اورفيس. بيتكون من ايه؟ طب شوف هنا كاتبينها ايه، كاتبينها ليفت ورايت وانتيريور. يبقى هنا مش تبع الادلت، مش تبع ما الولد اتولد، مش بعد الولاده، لا ده هو وهو في الفيتس، وهو في الفيتس كان فيها انتيريور ورايت وليفت، خلاص اهو. طبعا بعد ما بيتولد بيتغير الهارت، بيلف وبيتغير مكانه. المهم انا عايز اوصل بس ان ادى القصب بتاع البلمونري فالف، ادى القصب بتاع البلمونري فالف بيبقى فوقيه حته دايليتد، فبنسميها بلمونري ساينس، زيها بالظبط زي الاورتيك ساينس. ادى البلمونري ساينس، بس طبعا هنا مش خارج كورونري ولا خارج اي بس. طيب الفري مارجن اوف ذا قصب سكند سكند، فبنسميها لينيول، لينيول عامله زي الهلال، لينيول. الايبكس بتاعت اللينيول ده سكند زيادة، فبنسميها نوديول، خلاص. يبقى أدى القصب وإيه ساينس اللي هي الحتة الدايليتد دي ساينس. طب الفري مارجن بتاعه
الفري مارجن بيتكون من لينيول، والابكس بتاعت اللينيول او الميد الميدل اوف ذا لينيول سميناها ايه؟ سميناها نيديول. طيب الاورتيك فالف، الاورتيك فالف برضو هنقول ان هو بين الليفت فنتريكل والاسندنج اورتا، بيتكون من 3 كاسبس، هيبقى هنا رايت وليفت وبوستيرور بس تبع الايه؟ البوزيشن في الفيتس قبل ما يحصل روتيشن للهارت، تبع البوزيشن في الفيتس قبل ما يحصل روتيشن للايه؟ للهارت. طبعا هيخرج من الليفت والرايت، الليفت والرايت اورتيك ساينسز، هيطلع منها الليفت والرايت كورونري ارتريز خلاص، والبلاد وهو راجع يعني مثلا ايه هنشوف اهو، هو دلوقتي الفنتريكل حصل له ريلاكسيشن اللي هو الدايستول، فده هيقفل، ده هيقفل في الفنتريكل حصل دايستول ريلاكسيشن، فالدم هيحاول يرجع يقوم نازل في الساينسز دي يقفل القصبة على بعضها خلاص، هيجمع النيديولز طبعا نفس الاستراكشر زي بتاع البلمونري بالظبط، هيجمع النيديولز جنب بعضها ويقفل الايه الفتحه دي، في نفس الوقت هيدفع الدم في الكوروناري ارتريز، يدفع الدم في الكوروناري ارتريز تمام. يبقى ادي الفنتريكل، الفنتريكل ضخ الدم خلاص بالكونتراكشن بالسيستول، بعد كده يحصل له دايستول ريلاكس، فده هيقفل الفالف ده هيقفل، الدم هيجي يرجع هيقوم قافل الفتحه دي، هيقفل الفالف ده كويس، وفي نفس الوقت هيروح يغذي الهارت عن طريق الكوروناري ايه الكوروناري ارتريز، يعني كده ان الهارت البلاد سبلاي بيوصل له اكتر ساعه الدايستول، ساعه ما الدم يرجع تاني، ساعه ما الدم يحاول يرجع تاني للفنتريكل بيقوم داخل في الايه الكوروناري. ادي 3 كاز بتوع الاورتيك فالف، فوقيها الساينس اللي احنا شايفينه ده اللي هو الساينس اهو اللي طالع منها الايه الرايت كوروناري والليفت كوروناري، يبقى ده البوستيريور رايت اللي ما بيطلعش منه حاجه خلاص، وده النيول والابكس بتاعتها ايه نيول تمام اهو. يبقى البلمونري والاورتيك في بدايه البلمونري والاورتيك ايه ارترس او ترانكس بيحصل فيه دايليتيشن سميناه ساينس. طيب الفري مارجن بتاع الكاسب سميناه النيول، اللي في النص منها نص النيول سميناه نيديول خلاص، لما الفالف بيقفل النيديولز دي هتقابل بعضها فبيقفل الفالف كويس، وساعه الفنتريكولار دايستول اتفقنا دايستول يعني ايه؟ يعني ريلاكسيشن، الدم هيحاول يرجع تاني في الهارت هيلاقي الفالف اتقفل، بس هيلاقي له طريق واحد اللي هم الايه الكوروناري الكوروناري ايه الكوروناري فيسس. احنا كده خلصنا السيميليونر فالفز بمكانينهم، المكان بتاعهم، المكان بتاعهم اللي هو سواء كان بالمونري او اورتيك، وعرفنا الاستراكشر بتاعه سواء كان فيه ساينس سواء كان فيه لونيول في نيديول. الجزء ده نبعده تاني عشان ما نتلخبطش فيه، اللي هو البوزيشنز بتاعه الكاسب بتاع البالمونري والاورتيك، اتفقنا بيبقى البوزيشن بتاعتهم في الفيتس حاجه وبعد ما بيتولد حاجه، في الفيتس بيبقى حاجه وبعد ما يتولد حاجه، في الفيتس بيبقى ايه؟ بيبقى anterior pulmonary، بيبقى anterior و right و left، anterior و right و left، بس احنا في بعد ما بتولد بيبقى اتنين anterior وواحد posterior، فالاتنين anterior right و left anterior وواحد بس اللي ايه اللي posterior، يبقى نعرف ان البلمونري ده قدام، مش احنا كنا شايفين ان البلمونري فالف ده كان هو اللي قدام اول واحد خالص، ففي اتنين anterior وواحد posterior، العكس مين؟ الاورطة، العكس الاورطة كان ورا البلمونري فاتنين بوستيريور وواحد انتيريور، مع انه في الامبريولوجي كان في بوستيريور ورايت وليفت كاسب، طبعا الليفت كورونري عارفين ان هو طالع من الليفت اورتيك ساينس، والرايت كورونري طالع من الرايت اورتيك ساينس خلاص، ومفيش اي ارتريز ولا اي حاجه بتطلع من البوستيريور اورتيك ساينس اللي هو النون كورونري ساينس تمام. شكرا جدا وبالتوفيق. احنا كده النهارده اتكلمنا عن الفالفز اوف ذا هارت، سواء كانت اترو فنتريكولار، الاترو فنتريكولار اللي هم رايت وليفت اللي هو الترايكاسبيد والميترال، وعرفنا ان الترايكاسبيد ثلاثه والميترال اثنين، والاثنين وسواء الترايكاسبيد او الميترال بيكون من فايبرس رينج وطالع منها كاسب، الكاسب ماسكه في حاجه اسمها كوردا تنديني، الكوردا تنديني ماسكه في حاجه اسمها بيبيلاري ماسل خلاص. نيجي للسيميليونر فالفز سواء كان بالمونري او اورتيك الاثنين زي بعض،
يتكونوا من 3 كاسب، كل كاسب في ايه دايلاتيشن سميناه ساينس، والكاسب نفسه الفري مارجن بتاعه كان اسمه لينيول، الميدل بتاع اللينيول ده سميناها ايه؟ سميناها نديول. وما ننساش ان الاورطه بعد ما البيبي بيتولد الاورطه فيها 2 بوستيريور وواحد انتيرير، البلمونري ترانك فيها 2 انتيرير، بلمونري ترانك هو اللي قدام يبقى فيها 2 انتيرير وواحد بوستيرير. تمام، وبالتوفيق ان شاء الله.